أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم من الزمن الجميل. طبعا هنا معنا الأستاذ الشاعر الكبير. نقول هالك بنغمة حب وحبك يا يمن إيمان. حبيته. تاريخ يظل تاريخ أخي هدي، لا يمكن أن تمحيه. إيش الهدف الجميل إلى قلبه؟ سجلت أنا الهدف التعادل وصنعت هدف النصر للمشطان. كان عندنا حب وعشق غير عادي لكرة القدم. إحراز التلال لبطولة الدوري كانت نقلة في كرة القدم على مستوى اليمن بشكل عام. قال شو ذنبي أنا لو اليمن غلبتنا 2؟ وتم تكريمي بالحذاء الذهبي ومحتفظ فيه حتى اليوم. فين اليوم منشآت اليمن الكروية؟ في منشآت خليجي 20؟ من انت يا أستاذ؟ وصيت لم تروح في مهوري لوحدة تصير. نقول مبروك للمهرة لنهضة كلها إصرار. من الزمن الجميل يأتيكم في 8:05 مساء ويعاد في الأوقات التالية. خليكم في البيت وبنعيد معاكم.